السلام عليكم. اليوم نعود إلى مشروع إنتاج وتحويل الزيوت المائدة اللي راح مازال قيد الإشغال في ولاية جيجل بمنطقة كوتامة، وهذا المركب الضخم لإنتاج الزيت الغذائية يعني بجميع أنواعها، ويعتبر رابع استثمار مركب في إنتاج الزيوت الغذائية في الجزائر، ونشوف أنه راه في مرحلة نتاع حوالي 70 إلى 80% من نسبة التقدم. إذا نترككم تتابعون زيارة تاع وزير الصناعة إلى المشروع، والسلام عليكم. وهنا مشروع استثماري آخر لإنتاج وتحويل الزيوت والأعلاف، والذي بلغت نسبة الأشغال به 72% في انتظار مضاعفة الجهود لاستكماله في أقرب الأجل. هذا المصنع تم الانطلاق في أشغال منذ شهر جويلية، واليوم يعرف وتيرة متزايدة حيث بلغت نسبة الإنجاز 72%. سيدخل إن شاء الله حيز الخدمة قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2024. ما يخص مشروع كوتاما، الإخوان تاع مدار مشكورين وعملوا مجهودات كبيرة لهذا المصنع، كوتاما كذلك، ولكن مطلوب منكم إعادة تنظيم الورشات باش نتقدم بسرعة في إنجاز هذا المصنع، لأنه راح يوفر يعني كميات كبيرة من الزيوت النباتية للسوق الوطني وللتصدير. تكمين المنتجات الفلاحية من خلال هذه الوحدات الصناعية سيسهم في زيادة الإنتاج كما ونوعا،